هاي واي اس فاميلي، بعرف انه عم تتطلعوا فيه وتقولي لي سحر ليش لوحدك؟ انا لوحدي لانه هيدا الفيديو اليوم يلي انتم رح تشوفوه موجه لاكثر شخص سندني بحياتي، لاكثر شخص وقف معي بحياتي، لاكثر شخص بضعفي وبقوتي بضحكتي وبزعلي كان حدي. هذا الشخص هو يحيى. انا صار لي 5 سنين مزوجه انا وياك. بهالخمس سنين بدي اقول لك انه انا عشت أجمل 5 سنين بحياتي معك. بلشنا بولا شيء وصلنا لشيء، وتكلى زواجي أنا وياك ببنت اسمها مريم. خلاصة الموضوع، فكرت كتير شو بدي أعمل على حفلة زواجنا لخامس سنة، ما طلع معي ولا فكرة صراحة بقلك إياها. آخر شيء قعدت فكر هيك بكل بساطة، ليش ما بلبس فستاني؟ بما أنه أنا بلبنان، ليش ما برجع بلبس فستاني يلي لبسته من 5 سنين؟ برجع بعمل ميك اب يلي عملته من 5 سنين، وشعري يلي عملته من 5 سنين. صراحة يمكن تفكرني انجنيت، ويمكن انتو كمان تفكروني انجنيت، انه صرت 3 مرات لابسة فستان عرس، صرت 3 مرات عاملة حفلة عرس، صرت 3 مرات. اليوم الفيديو المفاجأة كتير رح تكون حلوة، كتير رح تتسلوا فيها، كتير رح تكون مأكدة انه رح تكون كلها مشاعر واحاسيس. انت يحيى بتستاهل هيدا الشيء. وبدي لكم رسالة لكل صبية ولكل شاب عم بتبعني من الواي اس فاميلي. انا ما كتير بحب اتفلسف عليكم، بس من قلبي حابة لكم اياه. اذا انتو في شخص بحياتكم وعن جد بتحبوه، حافظوا عليه، ولو شو ما كانت ظروفكم ايد بايد بتقدروا توصلوا مع بعض للشيء اللي انتو بدكم اياه. بلا كترة حكي رح اخدكم هلا معي بمدة جمعة، شوفوا شو عملت وشو سويت لجهز لهيدي المفاجأة. 5 سنين يا يحيى، عقبال العشرة والعشرين والثلاثين بدي ضل جنن فيك. مشوا معي على مدار اسبوع. تخيلوا انه جهزت انا وشركه World of Business، جهزنا مع بعض، اتفقنا مع بعض على الفكره يلي بدنا نعملها. واول شغله عملتها رحت على محل الفساتين يلي استاجرت منه فستان عرسي من 5 سنين، وهون كانت خوفه، هل معقول رح لاقي الفستان؟ مثل ما شايفين فت على المحل وسالت للموظفه عن الفستان، قالت لي من امتين جبتي؟ قلت لها من حوالي 5 سنين. شرحت لها عن الموديل انه هو كم طويل وغيره، صراحه فات على سيستم ولقته. وهون كانت الصدمة الأكبر إنه بعده موجود بالمحل، والصدمة الأكبر من هيك إنه موديله بعده ما خلص، بعدهم هلا صح نحن بال 2022 بس موديلاتهم بعد ما انتهت. أخذت الفستان وقيسته، الشغلة اللي بتضحك إنه بعده قياسي، صح إنه أنا مولدة وغيرها وبعد 5 سنين فأكيد انصحت، الحمد لله طلع قياسي، أخذت الفستان ولبسته، بس بدي أفرجيكم على هيدي المشاهد شوفوها. خبروني شو رايكم بالفستان؟ تخيلوا من بعد 5 سنين ارجع البس نفس الفستان اللي لبسته بعرسي لاول مره. عجبكم الفستان؟ الاكثر من هيك انه هلا انا بدي فستان لبنتي، فكرمال هيك رحنا على محل كتير معروف كمان هون بلبنان اسمه تينز اند توينز، موجود بصيدا، فرحت انا وميريام وصورنا لكم صراحه ريل بجنن. ويمكن عم تسالوني هلا وين يحيى؟ هلا بعد شوي بخبركم وينه. فالشغله اللي صارت انه لبسناها الفستان وقيسنا لها اياه ومبينه مثل الاميره. اعطوني رايكم من 10 قد ايه بتعطوه علامه؟ يحيى وين يحيى؟ نحن هلا اليوم يلي انا بدي اعمل المفاجاه فيه، يحيى صراحه الشغله اللي بدي اقول لكم اياه انه هو كثير مهموم بقصه السفاره الفرنسيه، هيدا موضوع ثاني بعدين نرجع بنخبركم اياه شو صار معنا، رح نسافر على فرنسا، رح نضلنا ببريطانيا او بلبنان، فخليكم عم تحضرونا. فهلا الشغله يلي صارت رح فرجيكم مشاهد، حطيت له ميك اب وعملت شعري، وبعد شوي رح البس الطرحه والفستان، ورح البس مريم كمان، يلا مشوا معي. على فكره نسيت خبركم انه بعد شوي رح دق له ورح اقول له انه مريم كثير مريضه وانا اخذتها على المستشفى، وهيدا اللوكيشن يعني الموقع، الحقني وشوف بنتك، الله يستر. بس بعتذر منك يحيى، بس صراحه هيدا انسب شيء لحتى اجيبك.
اوكي وايز فاميلي، مثل ما شايفين كل شيء صار جاهز. بعد 5 دقائق خلص بيكونوا جهزوا الصبايا والشباب كل شيء. فالشغله اللي بدي اعملها هلا بدي اتصل بيحيى وبدي اقول له انه مريم كثير مريضه وهيها بالمستشفى، ورح ابعث له الموقع اللوكيشن على الواتساب، خليه يجي لهون ورح يجي ينصدم صدمه عمره، رح يشوفني لابسه فستان الابيض، ميمي لابسه فستان الابيض، والمفاجاه شيء بتطير العقل. هلا رح نسوي لكم بعد شوي تفاصيل وغيرها، خليني ادق له. والله كثير محمسه، ما بعرف ابدا شو رح تكون رده فعله. يا الله يحيى وينك؟ هلو. الو وينك؟ بعدك بالسفاري؟ ايوكي. لا هي انا بدي شيء ثاني، 15 بوصل على السايد. الله يوفقك، تعب بسرعه. نحن هون هلا رح ابعث لك اللوكيشن، مريم كثير تعبانه جبتها على المستشفى، رح ابعث لك اللوكيشن. هي مستشفى هون، هلا ابعث لك يلا ابعث لك اللوكيشن تاع باي باي باي. ما بعرف شو بدي اعمل. شو باي؟ اشرح لي شو في. هلا بقول لك، رح اجيب لك، رح ابعث لك اللوكيشن، ماني قادره احكي لاني بالطوارئ. باي. يلا يلا ابعث لي اياها. سراوي يا حرامي يا والله، حتى الانيفرساري اللي قلنا ذكرى زواجنا اكلت مقلب. يلا كيف بدي ابعت هاللوكيشن؟ لحظه، لوكيشن سند يور كارنت لوكيشن. هي ما انه حافظ كثير المواقع. anyway خلينا نظبط كل شيء، نحط لمساتنا الاخيره وانطر يحيى ليوصل. انا مجهزت له بدله، هيدا البدله بده يلبسها وين؟ بعرس قرايبه. فشو رح اعمل هلا؟ رح لبسه اياها هلا، جبت له اياها من المحل ورح لبسه اياها. يلا هي مش عارفين شو رح يصير معنا. يا يا الله، هي هي بابا يحيى. بابا يحيى يا شو عملتي فيا؟ شو عملتوا فيا انت؟ شو اكلت المقلب؟ اكل شو هو؟ عفت لي قلبي يا سحر. هلا صار في مايكروفون، شو رايك؟ بجنن بجنن. الله يسامحك يا سحر، وحيات الله حرد لك اياها. هلا هلا مقلب حلو، مقلب بجنن، ونريح لي انه ما سمعناها. طيب اطلع فيه، في شيء غريب فيه؟ فس نو. شو؟ هاي فستان العرس نو. كيف لقيتها؟ 5 سنين لبست هيدا الفستان، وهيدا الفستان بالانيفرساري اللي قلنا. حياتي بعدنا مش مستوعب شو صار. شو رايك باللوكيشن؟ بجنن بجنن. كيف عن جد؟ كيف منيح المقلب صراحه؟ حلو. اوكي هلا هيك شو رح يصير؟ انا عزمتك على العشاء كمان فستان العرس. صح. سو تتذكر انت لما رحت قياست البدله تبعت اللي بدك تلبسها بعرس ريان؟ ايه. قلت لك اياها البسها كمان اليوم، وانا عزمتك على العشاء. يلا. Thank you.
منك يا سحورة عن جد، أحسن مفاجأة بس وقفت لي قلبي. لا بصراحة حبيت أعمل لك شيء يعني مختلف عن كل سنة. كنت عجبك مختلف. تاني مرة لبست فستان عرس بس هالمرة فستان اللي لبسته بأول سنة زواجنا. لا أنا بجنن بجنن عليك كأنه أول مرة. عن جد؟ خجلتني أنا عم شوفك أول مرة. لك ميريام مش طايقتي وأنا طايقتك. غير هذا حاسسها. والله يا جماعة أول شيء بدي أتشكركم لإلكم لأنه أنتم كمان صار لكم معنا تقريباً 5 سنين من لما تزوجنا وأنتم معنا وأنتم معنا بهيدي العائلة اللي كبرت يوم بعد يوم وتكللت بميمي. بميمي ميمي محمد بدها تاكل الكيك صراحة مش محمد لسالي 5 سنين فأنا وبيا ولا شيء. حابة أتشكركم عن جد من كل قلبي لأنه أنتم معنا بكل شيء، وقفتوا معنا وقفتوا حدنا بجود تايمز وباد تايمز صراحة، بوقت مش سيء وإيجابي بوقت إيجابي. وأنا صراحة بدي أتشكر كمان كتير World of Business أنا هن يلي عملوا كل هيدا الشيء وساعدوني صراحة. فحب تشكرهم من كل قلبي لكل الفريق يلي موجود معنا هون. ثانكيو لإلكم واي أسامي لإنكم بعدكم متابعونا لهلأ. بديكم تفجروا هيدا الفيديو لايكات وتشيروا لكل رفقاتكم. مليون بالمية. اكتبوا لنا بالكومنتات مين لبس الفستان أحسن، ماما ولا ميمي؟ والله ميمي أحسن لبسات. تبقى على حالكم وإن شاء الله بنشوفكم بفيديو جميل. باي باي. يلا سكري 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 سكري.